نروح لخبر مشرق. استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات شركة خطوط الطيران الأوكرانية قادمة من مدينة كييف في أوكرانيا، وعلى متنها 186 سائح لزيارة الأماكن السياحية، وذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية في مدينة شرم الشيخ. وصرحت مصادر مطلعة في وزارة الطيران المدني بأنه من المقرر أن تنظم شركة الخطوط الأوكرانية 4 رحلات أسبوعية، وذلك بشكل مبدئي، حيث من المخطط زيادة عدد الرحلات وتكبر طرازات الطائرات خلال الفترة المقبلة بعد تزايد معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوكراني خلال الفترة الأخيرة.